بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن موقع بيكتوشارت، وهو موقع متميز لتصميم الانفوتوغرافيك، وهو عبارة عن تحويل الإحصائيات والأرقام إلى تصميم مميز يجذب المشاهد. انتشرت الانفوتوغرافيك بشكل كبير في العالم، لكن بشكل محدود في وطننا العربي. قد اختصرت على بعض الترجمات لما نشر في الدول الأجنبية. خلال الموقع موقع بيكتو تشارت موقع مميز يصلح للمبتدئين في عرضه للإنفوتوغرافيك. بداية، هذه الصفحة الرئيسية للموقع تحتوي على فيديوهات وروابط تعليمية كيفية استخدام هذا الموقع. وفي البداية، استخدام الموقع والاستفادة منه لابد من تسجيل حساب في هذا الموقع. نضغط على sign up. تقدرين تستخدمين جوجل أو فيسبوك، تحطين الاسم والإيميل وكلمة السر. يتم إرسال رسالة إلى الإيميل بالتأكد من الإيميل. نضغط على الرابط. نسجل دخولنا. هذه هي الصفحة البداية. هذه الشاشة الرئيسية تقوم بعرض جميع الانفوتوغرافيك أو التصاميم التي تمت إنشائها. إذا ضغطنا على هذا يظهر لنا الاسم وإعدادات الحساب. نضغط عليها. اليوزر نيم والإيميل، تغيير كلمة السر. نحط كلمة السر الحالية، نحط الكلمة الجديدة ونغيرها. وإذا بتضيفين معلومات، وهذا للتنبيهات التي تدرج في الموقع. الأسئلة الشائعة، وتعليق
تواصل مع الموقع، تسجيل خروج. هني تبحثين عن تصميم معين بكل سهولة، تكتبين اسمه ويظهر إليه، يظهر بالقائمة الموجودة. المواقع التصاميم الانفوتوغرافيك لدينا تصاميم جاهزة ومجانية. هني تصاميم مدفوعة يعني للشراء، وتكون أكثر من التصاميم المجانية. المجانية عددها قليل، ولكن نستفيد بالغرض منها. أيضا تحتوي على برامج تصاميم برزنتيشن كما في الانفوتوغرافيك، يوجد قوالب جاهزة ومجانية وللشراء، قوالب للشراء جاهزة بعد. يحتوي على مواقع لتصميم البوسترات والريبورتات. من المجانية الحين نعمل الانفوتوغرافيك الجديد. اختار صفحة فاضية فارغة، هني ساحة العمل، ساحة العمل وإدراج النصوص، إدراج النصوص والأشكال، المنيو. عدنا للصفحة الرئيسية، يعرض لنا بعض الأفكار للمستخدمين الموقع.
فايل، تصميم فوتوغراف جديد، نسخة وتحميله والعديد من الخيارات. تصميم الفوتوغرافيك تكتبين اسمه، اسم التصميم، وهني سيف تحفظين التصميم وينحفظ تلقائيا. معاينة واستعراض العمل، تحميل العمل، نضغط على البلوك يظهر لنا أقسام البلوكات، ننتقل عددها 3 بلوكات 3 أجزاء، ننتقل إلى الأعلى، نقدر نزيد الأجزاء، نقدر ننسخ، نقدر نحذف، نذهب إلى الأعلى. هني الطول والعرض، العرض والارتفاع، العرض والارتفاع، تختارين المساحة اللي تبينها. تظهر لنا مجموعة من الخيارات، أشكال والخطوط، نختار الشكل، لازم أحدد البلوك أول بعدين أختار الشكل فيه، يظهر الشكل، تقدرين تراجعين أو تغسلين الشكل أو تنسخينه وتلصقينه وتحذفينه و ثبتين الشكل كل ما يتغير مع إضافة أشكال أخرى، تقدرين تراجعين تقدرين تحذفين الشكل تقدرين تنسخينه تقدرين تغيرين لونه. هني ثبتينه هني الشفافية والوضوح، تربطينه مع موقع، هني اتجاه، اتجاه النص، يمين، فوق، أمام، وخلف، تحت، أسفل، تحكمين في الشكل، حط أمام، نقدر نغير اللون. شفافية، شفافية.